زمايلي بيقولوا لي انه عم هود معانا دلوقتي. مين هو عم هود؟ عم هود الرفاعي ده اللي هو صاحب الصوره الشهيره اللي انا كنت بتكلم عنها دلوقتي، صوره الراجل الرايق اللي راكب موتوسيكل ورا صاحبه وبيشرب السيجاره كده بمزاج عالي وسط السيول دي. عم هود مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ايه الاخبار؟ وصلت البيت ولا لا؟ وصلت البيت من امبارح. طب الحمد لله على السلامه. قول لي بقى قصه الصوره دي، ايه اللي خلاك يعني طلعت السيجاره كده وولعتها وانت على الموتوسيكل ووسط يعني بحر من الميه؟ الوقت اصلا والميه كانت عاليه اصلا، مش في حوالي 80 سم. 80 سم ده شويه. فزهقت طبعا، رحت مطلع السيجاره ومولعها وانا قاعد القعده دي. ومين اللي صورك؟ عارف مين اللي صورك؟ لا والله ما اعرفش مين اللي صورك. طب انت زعلان ولا فرحان ان الصوره دي انتشرت وانت بقيت مشهور؟ والله انا ما اعرفش الكلام ده غير النهارده. مين قال لك بقى عليها؟ اللي قال لي عليها واحد زميلي معايا في الشغل اسمه محمد فؤاد. قال لك انك انت يعني بقيت مشهور وبقيت ترند دلوقتي. صوره والدنيا كده. طيب وانت في العاده كده في الحياه انت يعني راجل رايق بطبعك صح؟ رايق هادي الحمد لله رب العالمين. طب الحمد لله، ربنا يديم عليك الروقان ده دايما يا عم هود. شكرا ليك، وسلم لنا على صديقك ده اللي هو كان سايق الموتوسيكل. شكرا جزيلا.